المستنبط الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم. يجب دعمه وحشد كل الإمكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية. السلام عليكم إخوان الكرام، تحية لكم جميعا. كما سمعتوا القذافي ما رحموش وكيفاش قال، صراحة هذا الكلام هذا هو اللي كان سببه فاش ترتالوا وقع لي هادشي اللي وقع لي وحرشوا لي شنو هادي وهاد الأمور. هادشي اللي قال واحد الكلام اللي ما عمرش رئيس جمهورية ولا ملك عربي ولا شي حاجة بحال هكا قالها بحال هكا. إيوا تبارك الله عليكم والتحية عليكم. أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحداها مش تعطوا الرأس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحداها ولو نقدم ملايين أخرى بسبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر لكم، لو يبقى مليون